السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل الكواليتي مانجمنت وهناخد البروسيسز التانية. المرة اللي فاتت احنا خلصنا البلان الكواليتي، حطينا الخطة بتاعتنا ازاي هنعمل كواليتي للبروجكت. النهاردة هنعمل performance quality assurance، والبروسيسز دي بتتم في الاكسكيوشن. يعني ايه performance quality assurance؟ auditing the quality requirement and the result from the quality control measurement to ensure appropriate quality standards are used. انا ببدأ اشوف الريكويرمنت اللي طالعه وانا بعمل اكسكيوشن، وبشوف الريزلت دي، وببدا اشوف هل فعلا بتميت الكواليتي ستاندرد ولا لا. provide an umbrella for continuing process improvement which reduced waste and elimination activities that don't add value. انا دلوقتي عامله زي ما اكون انا كده زي فريم ورك او الاطار، ان انا ببدا احسن فيه البروسيس بتاعتي وبعمل لها امبروفمنت، وبالتالي بتحسن وما تضيعش الوقت، وفي نفس الوقت مفيش اكتيفيتي مش محتاجه ان انا اعملها ببدا اشتغل عليها. allow processes to operate at increased level of efficiency and effectiveness. انا بحاول على قد ما اقدر ان البروسيس اللي عندي اعمل كل حاجه عشان ازود الكواليتي، مش لازم اعمل حاجه ما no need for it، لازم تكون الحاجه effective و efficient. هنا بعمل البروسيس بتاعتي بيرفورمانس الكواليتي اشورنس، عندي الكواليتي كنترول انبوت، وعندي حاجات من البلان كواليتي انبوت برضو. هنشوف ايه الانبوت والاوتبوت والتولز والتكنيكس بتاعه البروسيسز دي. اول حاجه عندي البروجكت مانجمنت بلان. البروجكت مانجمنت بلان عندي ليه؟ عندي عايز اشوف ان انا هاو تو مانج ذا كواليتي. عندي كواليتي مانجمنت بلان هاو ذا كواليتي اشورنس ويل بي بيرفورم، هتعرفني ازاي هبدا انفذ الكواليتي اشورنس. بروسيس امبروفمنت بلان عندي ديتيلز ستيب فور انلايزنج ذا بروسيس تو ايدنتيفاي اكتيفيتي ويتش انهانس ذير فاليو. عندي البروسيس امبروفمنت بلان عشان ابدا تساعدني فيها ديتيل، اعرف انهي اكتيفيتي اللي ممكن تاد فاليو للبروسيس دي. عندي كواليتي ماتريكس، عندي الكواليتي ماتريكس. الكواليتي ماتريكس دي عباره عن مجموعه من القياسات والماتريكسز اللي ببدا على اساسها اقيس الكواليتي تمام ولا لا. عندي اكيد الورك بيرفورمانس انفورميشن، عندي الورك بيرفورمانس انفورميشن هي دي الاوتبوت بتاعتي، التكنيكال بيرفورمانس ميجرمنت، البروجكت ديليفربلز ستاتس، السكيدجول بروجرس، الكوست، كل الكلام ده انا بقيس على كله، على الديليفربلز، بقيس على السكوب، بقيس على التايم، بقيس على الكوست، كل ده بميك شور ان كل البروجكت مش الديليفربلز بس within the quality. عندي quality control measurements used to analyze and evaluate the quality standards and processes. الميجرمنتس اللي عندي، القياسات اللي انا خدتها regarding للسكوب، regarding للتايم، regarding للكوست، ببدا اشوف هل انا ماشيه within the boundaries ولا لا. عندي التولز والتكنيكس اللي انا هبدا اشتغل عليها. quality audit identify the good practice being implemented, identify the gaps, share the good practice in similar project, offer assistance to improve implementation of the processes, highlight contribution of each audit in the lesson learned, confirm the implementation of approved change request. ببدا اشوف ايه افضل الجود براكتس اللي بقى ممكن اقدر اعملها او انفذها، بشوف ايه الجابس اللي ما خلتنيش اوصل للكواليتي اللي انا حطاها في البلان، ببدا اعمل ديسكشن وشير ما بيني وما بين المشاريع اللي شبهي اللسون ليرند، ببدا استخدمها ماميك شور ان الحاجات اللي او التشينجز اللي اتعمل تنفيذها هي بس الابروفد تشينجز من الكنترول تشينج بورد، وما فيش حاجه تانية اتنفذت غير كده. بعمل حاجه اسمها بروسيس اناليسيس، دي تاني تكنيكس ممكن اشتغل عليه. فولو ستيب اوت لايند ان ذا بروسيس امبروفمنت بلان تو ايدنتيفاي نيدد امبروفمنت. روت كوز اناليسيس ان انا ببدا اشوف ايه المشكله، ببدا انالايز البروسيس واشوف انهي اكتيفيتي اللي عندي فيها مشكله، ايه الروت كوز، ايه السبب الرئيسي اللي خلى المشكله دي تحصل. عندي الاوتبوت، عندي اللي انا دلوقتي انا عملت بيرفورمنج للكواليتي اشورنس، اكيد هيبقى فيه تشينج ريكويست، اكيد في ابديت في الاورجانيزيشن بروسيس اسيت، اكيد في ابديت للمانجمنت بلان بتاعتي والبروجكت والبروجكت دوكيومنتس ابديت. الاوتبوت عندي ممكن يكون الـ change request create and use as input for
to perform integrated control change process corrective or preventive or defective repair. انا ممكن الاقي حاجه بايظه او حاجه preventive action او ان انا في حاجه حصلت وعايز اعمل لها correction. كل الكلام ده ببدا اعمل له change request. الorganization process as it ممكن يحصل فيها ان الكواليتي ستاندردز نبدا نعدل فيها او نابديتها. البروجكت مانجمنت بلان بتتعدل فعلا في تعديلات في الكواليتي وفي السكادجول وفي الكوست واكيد في البروجكت دوكيمنت ابديت. الكواليتي اوديت ريبورت ببدا اطلعه واحطه عندي في الدوكيمنت بتاعه البروجكت. ممكن اعمل تريننج بلان, ممكن اعمل بروسيس دوكيومنتيشن. كل الكلام دوت انا بعمله في الاكسكيوشن. كل ده عايز اول اهانس الكلام ده قبل ما ابدا ادليفر الايتم ده او الديليفربلز دي للكلاينت. كده احنا خدنا اوفر فيو على البروسيسات الثانيه اللي هي الكواليتي اشورنس. فاضل لنا الكواليتي كنترول. ان شاء الله هنشوفها السيشن الجايه. هفكركم تاني لو عندكم اي اسئله عايزين تشاركوا معانا في الوركشوبس اونلاين واتيفر, انتوا عندكم اي استفسارات ريجاردنج البي ام بي تبداوا تكومينيكيتوا معانا على الكونتاكتس اللي احنا ظاهرينها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.